بكل صراحة. الأقرب لذوقك الفني سعاد عبد الله ولا حياة الفهد؟ الأقرب لذوقي الفني بدون فلتر. يعني هي حين مع حفظ الألقاب طبعاً. طبعاً. أنت جيتي حق شيء توني كنت أناقشك فيه. غير ما قلت رأيكم، رأيك الشخصي فيهم، قلت لي ذوقك الفني. حتى الذوق الفني. أنت الذوق الفني قام على شنو؟ فلتر. لا ما فلترت، ما فلترت. ما فلترت، لا تقولي أي جواب ما يلوق لك أنت يصار فلتر. مو ما يلوق لي، الناس اللي تشوفك راح تحس أنك حاط فلتر. لا 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 مو حاط فلتر. ليش تزعل؟ ما أزعل. هذه الحقيقة إجابتك فيها فلترة بكل صراحة. حياة الفهد ولا سعاد عبد الله الأقرب لذوقك الفني مع حفظ الألقاب. إذا بتقولي لي ذوق فني أنا أقول لك الذوق الفني. أنا ما راح أسوي كاستنج بينهم. كل واحدة تصلح منهم لأدوار معينة. تعجبني الأستاذة سعاد هني وتعجبني حياة الفهد. فما أقدر أنا أقيم قامتين وأقول ذوقي الآن الفني. أنا وايد بتشتني حياة الفهد في الفرية. حلو. وأثرت فيني نفسياً بالفرية. المشهد اللي بتش الكويت كلها هذا أنا ما أقدر أتجاوزه وأقول إني أنا ما نزلت دمعتي عليه. وأنا رجل. حتى زوارة خميس سعاد. وحتى زوارة خميس أنا لما جيت مع سعاد عبد الله وأنا قاعد أمثل هي قدامي سوت المشهد. زين اللي هي الله يطول بعمرها توفت فيه وتقولي لي ما بكيت دموعنا اغلب الممثلين طيب بتشوصلك ياك عملين من بطوله بنفس الوقت من بطوله الاستاذه سعاد عبد الله والاستاذه حياه فهد منو تختار اختار الدور اللي افضل لي انا فيهم اقرا اختار من اللي كاتب لي دور حلو سعاد. ممكن ادي معاه لا 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 اقدر انا اختار الدور انا ما اختار عشان امثل مع فلانة وعلانة انا اختار الدور المناسب لي انا حزتها اللي راح ابدع فيه مع منو مع استاذ حياة ولا مع ما تبي تزعل احد انت انا اختار اللي لي انا شنو انا ابي اقرا الدور هذا واقرا الدور هذا الدور المناسب مع الاستاذتين اشوف انه يناسبني اروح له 100% والله دوري مع الاستاذه سعاد مو مكتوب حلو شو اختار اروح له عشان انا بمثل مع الاستاذ سعاد عبد الله لا لا والله اقتنعت الحين بالكلام والاجر طبعا هم اجري بعد اذا الاجر اعلى ما له شغل ما له شغل لا لا دوري اهم من الاجر لان اجر اقدر اخذه مع بعمل ثاني